دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. نادي الزمالك أعلن التعاقد رسميا مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة 4 مواسم ونصف، ده خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق. نادي الزمالك خاض امبارح تدريبه الاول تحت قياده البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد، وشهدت التدريبات التركيز على العديد من الجوانب الفنيه، وخاض الفريق فقره تدريبات بدنيه خفيفه في بدايه المران ده تحت قياده مدرب الاحمال. كمان قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمه فنيه لكي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعه مستويات اللاعبين بشكل اكبر. نادي بيراميدز وجه شكر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج وتوديع كأس رابطة الأندية المصرية من دور الثمانية، ومن المقرر أن يتولى محمود فتح الله المدرب العام للفريق القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد خليفا لباتشيكو، وإن كان هناك اتجاه لدى الإدارة للتعاقد مع مدير فني محلي. فريق البنك الأهلي حقق الفوز على الداخلية وديا بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المنظم أو المنضم حديثا لقائمة الفريق ياو أنور وموسى فراوي، ويسعى طارق مصطفى المدير الفني للفريق لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. نادي إنبي قرر تعيين سيد ياسين مديرا فنيا للفريق البترولي الفترة المقبلة، وقاد سيد ياسين مران الفريق البترولي امبارح بعد استقالة تامر مصطفى على خلفية الاختلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة. منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني فاز على المنتخب السعودي بضربات الجزاء بنتيجة 6-5 في المباراة اللي أقيمت بملاعب مجمع سلطان قابوس الرياضي، وده ضمن مباريات البطولة الودية. منتخب قطر اتأهل لنصف النهائي بطولة كأس آسيا بعد الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح في المباراة اللي جمعتهم بربع النهائي من البطولة اللي هتستمر حتى 10 فبراير الجاري. منتخب إيران حقق الفوز على اليابان في مباراة لجمعتهم في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا في قطر، وتأهل لمواجهة قطر بنصف نهائي كأس آسيا. منتخب جنوب افريقيا تأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1 في مباراة اللي جمعتهم، وتأهل منتخب جنوب افريقيا لمواجهة المنتخب النيجيري في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخب كوت ديفوار حقق الفوز على منتخب مالي بنتيجة 2-1 في مباراة لجمعتهم على ملعب السلام ضمن منافسات دور ربع النهائي البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتأهل منتخب كوت ديفوار لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. فريق بايرن ميونخ الألماني فاز على بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة 20 بالدوري الألماني، وبكذا احتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يحتل فريق مونشنغلادباخ المركز 13 برصيد 21 نقطة. فريق توتنهام تعادل مع إيفرتون بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جودسون بارك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، ورفع فريق توتنهام رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، فيما رفع فريق إيفرتون رصيده إلى النقطة 19 في المركز 17.
فريق جيرونا تعادل مع فريق ريال سويسداد 0-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب استاد مونتليفي معقل جيرونا ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني. وبهذه النتيجة وصل جيرونا للنقطة 56 في المركز الثاني، فيما يحتل سويسداد المركز السادس برصيد 37 نقطة. فريق نانت الفرنسي المحترف بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد خسر أمام فريق لانس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي. بهذه النتيجة بيتوقف رصيد فريق نانت عند النقطة 19 محتلنا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما ارتفع رصيد فريق لانس للنقطة 32 محتلا المركز السادس. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.